إنه أمير المؤمنين وله بيعة في أعناقهم، ولا يقولون ما يقولون إلا لغاية في أنفسهم. أية غاية؟ عمير بن ضابئ مثلا عاقب أمير المؤمنين والده لتعرضه بالهجاء لامرأة مسلمة ثم مات في السجن، فحقد عليه عمير. وجندب وأبو مورع أمر أمير المؤمنين بضرب أعناق أبنائهما لأنهما قتلا ابن الحيشمان. والآخرون يا أسماء يريدون إما الزعامة وإما الولاية. أرجو ألا يثور أهل الكوفة لإبعادهم. أرجو ذلك. نحن إخوة في الإسلام، ويحق للمسلم أن يعتب على أخيه المسلم، أليس كذلك؟ بلى. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. إذن اسمحوا لي أن أعتب عليكم، وقد سمعت عنكم ما لا أحب. ماذا سمعت؟ يا إخوتي، إنكم قوم من العرب، لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا، وبه غلبتم الأمم. وقد بلغني أنكم نقمتم قريش، ولو لم تكن قريش لبقيتم أذلاء كما كنتم، فإن الناس لا تسلم قيادها إلا إلى قريش. ومن أبلغك ذلك؟ إخوان لكم يجتمعون معكم. يا إخوتي، إن أئمتكم لكم جنة، فلا تفترقوا عن جنتكم، وإن أئمتكم يصبرون على الجور ويحتملون منكم ما لا يحتمل، فاتقوا الله، فاتقوا الله قبل أن يبتليكم بمن يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر، ثم تكونوا شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية، فلا تخوفنا بها. وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا ما اخترقت خلص إلينا. الآن عرفتكم وعلمت أن قلة عقلكم هي التي أوصلتكم إلى هنا. أنت خطيبهم يا صعصع، والله ما أرى لك عقلا. أعظم لك أمر الإسلام وأذكرك به، وتذكرني أنت بالجاهلية؟ أوجز يا معاوية، افهموا مني ولا أظنكم تفهمون. إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا في إسلام إلا بالله تعالى. لم تكن أكثر العرب ولا أشدهم، لكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابا. لسنا أقل شرفا ونسبا من قريش. أخبروني، هل تعرفون عربيا أو أعجميا أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر في بلده وحرمته؟ إلا من كان من قريش، فلم يقصدهم أحد بكيد إلا جعل الله خده الأسفل. هذه كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست كرامة قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، والمؤمنون الأوائل من قريش، وقد جعل الله الخلافة بينهم وفيهم. وأبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف من قريش أيضا. صعصعة، والله إن قريتك شر القرى، أنتنها بيتا وأعمقها واديا وأعرفها بالشر وألأمها جيرانا. والآن وبعد أن أبرزك الإسلام جئت تسعى للفتنة؟ معاوية أمسك. ما بك؟
لم تنتهي الفتنة بإبعاد صعصعة وأصحابه. أشعر بأمر غريب يدبر في الخفاء يا أسماء، وما هو بأمر صادر عن ردة فعل، لا بل هو أمر منظم حلقاته مترابطة جدا. ما هو هذا الأمر؟ لا أدري، أشعر به، أحس به، ولكني لا أدري ما هو. يا قوم، يا قوم، اتقوا الله وردوا علي خيرا، أو اسكتوا وانظروا وتفكروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم وينفع عشائركم وينفع جماعة المسلمين، فاطلبوه تعيشوا ونعيش بكم. لست أهلا لذلك يا معاوية، ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله. أوليس أول ما ابتدأتكم به أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تعتصموا بحبله ولا تفرقوا؟ بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، إني آمركم الآن، إن كنت فعلت فأتوب إلى الله، وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولزوم الجماعة وكراهة الفرقة، وأن توقروا أئمتكم وتدعوهم على حسن ما قدرتم وتعظوهم في دين. إذن فإننا نأمرك أن تعتزل عملك، فإن من المسلمين من هو أحق به منك. إني لا أعلم في زماني أحدا أقوى على ما أنا فيه مني، وقد رأى ذلك عمر بن الخطاب فولاني، فلو كان غيري أقوى مني لما كانت لي عند الفاروق هوادة ولا لغيري، كما إني لم أحدث حدثا ينبغي لي أن أعتزل عملي من أجله. لكننا نرى أنك أحدثت أمرا ينبغي عزلك فيه. لو رأى أمير المؤمنين وجماعة المسلمين ذلك لكتب بخط يده واعتزلت عملي. لعمري لو كانت الأمور تقضى على رأيكم وأمانيكم لما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولا ليلة. فعودوا إلى الله وعاودوا الخير وقولوه. لست لذلك أهلا يا معاوية، لست لذلك. ما؟ احذروا، هذه ليست أرض الكوفة. والله لو رأى أهل الشام تطاولكم علي وأنا إمامهم لما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم. لعمري إن صنيعكم يشبه بعضه بعضا. والله لا أدخل عليكم مدخلا ما بقيت. معاوية ضاق ذرعا بصعصعة وصحبه. ماذا حدث؟ عجز دهاء معاوية عن ترويدهم. كل ما أرجوه ألا يعيدهم إلي. مضت أيام لم يزرنا معاوية أو نسمع عنه خبرك، أخشى أن يفتك بنا و... لن يفعلها معاوية، فلو أراد أن يقتلنا لفعل ذلك منذ وصلنا، ولكنه يحاول أن يستخدم دهاءه وحلمه ليثنينا عما نفكر فيه. لست مطمئنا لمعاوية، أشعر أنه يدبر لنا أمرا ما. لا يستطيع معاوية أن يفعل شيئا، فهو يأتمر بأمر عثمان، وعثمان أمر بإبعادنا عن الكوفة ليس إلا، ولم يأمر بأكثر من ذلك. كتاب من معاوية بن أبي سفيان. يعني أما بعد يا أمير المؤمنين، فإنك بعثت إلي أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم، ويأتون الناس من قبل القرآن فيشبهون على الناس، وليس كل الناس يعلم ما يريدون، بل يريدون فرقة
ويريدون فتنة، قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم، ولست آمن إن قاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم، فارددهم إلى مصرهم، فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم. أرى أن أمير المؤمنين اعتكر، فما في الرسالة يا أمير المؤمنين؟ اكتب إلى سعيد بن العاص أن يعيد من أبعدهم عن الكوفة إليها، فوالله لا آمن أن يثيروا أهل الشام على معاوية. إن لم يقدر عليه معاوية فلم يقدر عليهم سعيد بن العاص. والبصرة كذلك تعاني من بوادر فتنة. حكيم بن جبلة يضم إليه الموتورين في البصرة، ومصر تعاني كذلك من تجمع الغوغاء والنيل من هيبة أمير المؤمنين. إنما يحدث خطير وخطير جدا، وهذا ليس بعمل أفراد قلائل، إنما هو عمل منظم له رأس يدبره. إنه هو، لا أحد غيره، ابن السوداء. ابن السوداء؟ من هو؟ عبد الله بن سبأ، يهودي من صنعاء، أسلم زمن عثمان، ويحاول إثارة الفرقة بين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. بلغ السيل الزبا، إن بقي هؤلاء القوم هنا لا آمنوا على الكوفة منهم. اكتب إلى أمير المؤمنين بخبرهم كي يبعدهم عن الكوفة قبل أن تنتفض ويحكمها الغواء. فإذا وصلك كتابي أرسل من ذكرت إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص، فهو قوي الشكيمة وسيحسن التعامل معهم. يا آلة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا أهلا. لقد رجع الشيطان محسورا خائبا، وأنتم ما زلتم نشيطين في الباطل. خسر عبد الرحمن إن لم يؤدبكم ويخزكم. يا معشر من لا أدري من أنتم، أعرب أنتم أو عجم؟ لن تقولوا لي كما كنتم تقولون لسعيد ومعاوية: أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة. والله لأذلنكم. نحن لسنا قتلة أو مجرمين كي تهددنا، نحن عرب قحاح إن لم تكن تدري ما هو أصلنا. ما؟ والله لأقطعن ألسنتكم التي تغون بها الناس، ولأنكلن بكم تنكيلا تأملون الموت عليه. خذوهم. وقد جئت من قبل أصحابي أعلن لك توبتنا وصلاحنا. أحلل أنت ومن معك حيث شئتم، فقد عفوت عنكم. نريد أن نبقى عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حمص. لكم ذلك. مهلا مهلا يا أمير، هل أبقى أميرا للحرب على مدينة أنفذت جيوشها؟ الهدوء والأمن يسودان المدينة، سأترك عليها عمرو بن حريث حتى أعود. تعود؟ هل ستغادرنا؟ نعم، فقد طلب أمير المؤمنين أن أقدم عليه.
لن أوصيك بالكوفة وبعمر بن حريث. أرجو أن تساعده وتكون معه. أيها الناس، أيها الناس، اسمعوني، حافظوا على تماسككم وتعاضدكم، وكونوا يدا واحدة، لأن يد الله مع الجماعة. ولا تنسوا أن إخوانكم وأخيارنا يستبعدون وينكل بهم عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. أخذوا الآن وفقكم الله إلى أعمالكم، وعندما يطلبكم شرع الله كونوا جاهزين، واعلموا أن أمرنا دائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا يتعب أهل الكوفة من التذمر والشكوى؟ رأيت، الفتنة لا تجتث بنفي الرؤوس بل بتطهير النفوس. أبعدت صعصعة بن صوحان ورفاقه، فظهر يزيد بن قيس ليقود الغوغاء. ماذا لديك؟ كتاب من عبد الله بن سبأ. يبدو أن الموعد الذي ننتظره قد اقترب. ألم يقل لك شيئا آخر؟ بلى، كتب إلي يصف ما يحدث في مصر على يد عبد الله بن أبي السرح قاتله الله. الجور والظلم يعمان مصر، وقد خفت الأقوات لأن ابن أبي السرح يحتكر التجارة لنفسه. هذا عدا الأمراض والفقر والجوع والفاقة والفسق والفجور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، يا عباد الله، أمر الله تعالى في كتابه العزيز أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وهل هنالك من منكر أشد مما يحدث الآن في أمة الإسلام؟ أمير المؤمنين يعزل الصحابة ويبعد أهل التقى والإصلاح، ويولي أقرباءه ولاة على المسلمين. ومن هم أقرباءه؟ الوليد بن عقبة، وعبد الله بن أبي السرح، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن عامر. الأول فاسق سكير، والثاني هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعه، والثالث قربه عثمان وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والده، وعاده عثمان إلى المدينة، والرابع حدث ولاه عثمان على البصرة لأنه ابن خاله. وأموال المسلمين يوزعها على أقربائه، صار بيت مال المسلمين ملكا لعثمان وأقربائه. فقد أعطى خمس الخمس من غنائم إفريقيا لعبد الله بن أبي السرح. وسعيد بن العاص نفى إخوانكم وأبعدهم عن الكوفة. لماذا؟ لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ورفضوا أن يكونوا إمعات في مجلسه. يزيد بن قيس، أمسك واتق الله فيما تقول. أليس من حق الرعية أن تجأر بالظلم وتطلب الإنصاف والعدل؟ أليس الساكت عن الحق بشيطان أخرس؟ لماذا نسكت عن الظلم؟ لماذا؟ ماذا تريدون؟ نريد أن ينصفنا الوالي، فهو يظلم الرعية ولا يقيم شرع الله.
جاهر الأمير بهذا القول عندما يعود. أما الآن فاخرج، لا تجلس لهذا الهدف في المسجد، لا يجتمع عليك أحد، اجلس في بيتك، وإن كان لك حاجة عند الخليفة اطلبها عندما يعود. هيا. ما رأيكم ماذا نعمل؟ حتى الآن لم يصلنا أي خبر من الكوفة. يصفون لي ما يجري في الكوفة على يد سعيد بن العاص. الجوع والظلم يعم الكوفة، فقد خفت الأقوات وكثر الاضطهاد، وسعيد يتحكم بالتجارة. هذا عدا عن الأمراض والجوع والفسق والفجور. أعان الله أهل الكوفة على بلواهم، ونحمد الله على نعمته علينا هنا في مصر. لماذا تأخرت؟ القعقاع يراقب كل تحركاتنا وسكناتنا، وجنده تراقب المدينة ليلا نهارا. هل وجدت الوسيلة لإيصال كتابنا إلى صعصعة وإخوانه؟ نعم، أعرف رجلا من أصحابنا موضع ثقة، يعمل تاجرا، بإمكانه الخروج من الكوفة إلى الشام دون أن يرتاب في أمره أي أحد. أين هو؟ في الخان، ينام مع التجار. أعطني الكتاب كي أسلمه له. ها هو. واحرص على ألا يقع في أيدي الجند. وفقك الله. كتاب من يزيد بن قيس. إذا وصلكم كتابي هذا فلا تضعوه من أيديكم حتى تأتوا إلي، فقد راسلنا إخواننا في مصر واتفقنا معهم على الخروج. ماذا سنفعل؟ لا وقت للسؤال والانتظار، علينا التحرك بسرعة. وعبد الرحمن بن خالد؟ أرجو من الله أن يعيننا كي نرد له الذل الذي أذاقنا إياه هو ومعاوية. استعدوا. هيا بنا. ماذا هناك؟ هرب صعصعة ومن معه. اذهبوا في أثرهم ولا تعودوا إلا بهم. أهلا يا مطر. عاد صعصعة وأصحابه إلى الكوفة. هذا؟ لقد جئتكم من عند الخليفة عثمان، وتركت عنده سعيد بن العاص، وقد اتفقا على إنقاص عطائكم وخفض أموالكم من 200 درهم إلى 100 درهم. يبذخ على أقاربه ويقتل علينا. لا تصب الزيت على النار يا أشتر، النفوس مشحونة والفتنة تطل برأسها. خاب من اتكل عليك يا أبا موسى، نحن ننصرك ونطالب بك واليا علينا، وأنت تتخلى عنا متى وليت، ومع هذا لا نرغب واليا علينا سواك. أسرف القوم يا أشتر، ولا تزد الفتنة اشتعالا،
وأنا سأرسل إلى أمير المؤمنين أن يعيد العطاء كما كان إن كان ما تقوله صحيحا. ماذا فعلنا أيها القوم؟ أنبعد وينكل بنا لأننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ أين كنتم يا من تطالبوننا بالروية والحكمة عندما سيق بنا إلى معاوية وعبد الرحمن بن خالد؟ لماذا لم نسمع منكم اعتراضا أو كلمة تنصفنا؟ إني خارج إلى ظاهر المدينة لأمنع سعيد بن العاص من دخول الكوفة، فمن شاء منكم أن يخرج معي لمنعه والمطالبة بوال المكانة فليفعل. كلنا والله لا تسكت الغوغاء إلا السيوف المشرفية التي أوشكت أن تسل من غمدها ليعلو صوت القتال. عندها سيأمل الناس أن يعودوا إلى ما كانوا عليه اليوم، ووالله لن يكون لهم ذلك. يا أمير المؤمنين، أيأتيك الذي يأتينا عن أهل الأمصار وما يحدث هناك؟ لا والله ما جاءني إلا السلامة، فما الذي يأتيكم؟ بلغنا أن الأمصار تموج بالفتن وأن الناس تجأر بالشكوى من ولادها. لا أعلم إلا الخير والرضا عن الولاة، أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشير علي. أرى أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بخبرهم، وتكفي معاينة أجواء البصرة والكوفة والشام ومصر لكي تتأكد من ذلك. نعم الرأي، سأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة فطالما كان رسول ابن الخطاب إلى الأقاليم والأمصار، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعمار بن ياسر إلى مصر، وعبد الله بن عمر إلى الشام. أحسنت الاختيار يا أمير المؤمنين. عد من حيث أتيت يا سعيد بن العاص، فلا حاجة لنا بك، ولن نسمح لك في الدخول إلى الكوفة. وأخبر عثمان بأننا لا نريدك واليا علينا، بل نريد أبا موسى الأشعري مكانك. أخرجتم جميعا لتقولوا هذا؟ كل هؤلاء الرجال لتقولوا لي هذا؟ كان يكفيكم أن تبعثوا رجلا إلى أمير المؤمنين بطلبكم، وأن توقفوا لي رجلا في الطريق ليخبرني بذلك. هل يخرج 1000 رجل لهم عقول لمواجهة رجل واحد؟ لم نحضر هؤلاء الناس لمنعك، بل لترى إجماعهم على رفض ولايتك. عد من حيث أتيت. أشعر بالعجز يا أسماء، إنها فتنة تدار في الخفاء، وما يخفى عنا أكبر مما نراه، وإني على يقين أنه لا يكف شرها عن المسلمين إلا بالسيف، لكني رفعت سيفي، عصيت أمر أمير المؤمنين الذي أمرنا بكف اليد، وإن غمدته زادت نار الفتنة اشتعالا، وأنا أنظر لا أستطيع فعل شيء. آه يا أسماء،
ما أسهل الحروب وما أهونها أمام الفتن. فصدق الله العظيم حيث قال: والفتنة أشد من القتل. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد أظهروا رفضهم لي واليا عليهم، وأعلنوا رغبتهم بوال آخر يحل مكاني. من يريدون واليا؟ يريدون أبا موسى الأشعري. قد وليناه وأثبتناه عليهم، ولن أجعل لهم عذرا، ولن أترك لأحد حجة، ولنصبرن عليهم كما هو مطلوب منا حتى نعرف حقيقة ما يريدون. اكتب يا مروان بتولية أبي موسى الأشعري على الكوفة. أيها الناس، لا تخرجوا في مثل هذه المخالفة، ولا تعودوا إلى مثل هذا العصيان. إلزموا جماعتكم والطاعة، وإياكم والعجلة. هذا كتاب أمير المؤمنين إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة: السلام عليكم. أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم، وأعفيتكم من سعيد، والله لا أفرشن لكم عرضي، ولا أبذلن لكم صبري، ولا أستصلحنكم بجهدي. واسألوني كل ما أحببتم مما لا يعصى الله فيه فسأعطيه لكم، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عندما أحببتم، حتى لا تكون لكم علي حجة. أيها الناس، وباختصار يا أمير المؤمنين، فإن حال الشام كحال بقية الأمصار. أجمع الناس على رأي واحد، هو أنهم لا ينكرون على ولاتهم شيئا، وأن أمراءهم يقسطون بينهم بالعدل ويقومون على راحتهم. أيعقل هذا؟ لابد أن في الأمر لبسا أو خطأ غير مقصود. لن أكتفي بمن أرسلت، بل سأدعو ولاة الأمصار للقدوم إلى المدينة على عجل، وأكتب كتابا عاما إلى أهل الأمصار يتلى في كل مسجد. اكتب يا مروان. من عبد الله عثمان بن عفان أمير المؤمنين إلى أهل الأمصار. أما بعد، فإني آخذ العمال بموافاتي كل موسم، وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا وأعطيته، وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم. وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواماً يشتمون وآخرون يضربون، فيا من ضرب سراً وشتم سراً، من ادعى شيئاً من ذلك فليوافي الموسم وليأخذ حقه حيث كان مني أو من عمالي. أو تصدقوا، فإن الله يجزي المتصدقين. والله إن الأمة لتمخض بشر يحاول أمير المؤمنين القضاء عليه في مهده، ولكن هيهات، إنما هو مكر دبر بليل وفي النفوس ما فيها. لا يغرنك هدوء الكوفة مستولاها أبو موسى الأشعري،
قد كانت الكوفة هادئة عندما تولاها سعد بن أبي وقاص، ثم انتفضت، وكانت هادئة أيام الوليد بن عقبة ثم انتفضت، وكذلك كانت هادئة عندما تولاها سعيد بن العاص ثم انتفضت. إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، والله إني لمشفق على أمير المؤمنين. تجاوز 80 من عمره ولا يزال يلاحق مظالم الرعية كشاب في مقتبل العمر. كان الله في عون أمير المؤمنين، كان الله في عونه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت، القوم في الداخل ينتظرون. السلام عليكم. ما في الداخل؟ عبد الله بن عامر والي البصرة، وعبد الله بن أبي السرح، ومعاوية بن أبي سفيان، وسعيد بن العاص. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذه الشكاوى وما هذه الأقوال؟ والله إني لخائف أن يكون ما يقال عنكم صدقا، فما يحاسب على أفعالكم غيري. ألم تبعث الرسل لتقصي الأمور يا أمير المؤمنين؟ ألم يرجعوا إليك ويخبروك كذب ما يشاع، وأن أحدا من الرعية لم يشافههم بشيء؟ لا والله ما صدق المفترون، ولا نعلم لهذه الأقوال أصلا، بل هي إشاعة لا يعتد بها. إذن أشيروا علي. إنه أمر يحاك في السر، ومن يتنقل أخباره لا يعرف كنها، وهو أمر يتداول في المجالس الخاصة لا يسمع به الآخرون. فما دواء ذلك؟ أن تطلب هؤلاء القوم وتقتل الذي يصدر هذا الأمر عنهم. يا أمير المؤمنين، خذ من الناس ما عليهم إذا أعطيتهم ما لهم، فإن هذا أفضل من أن تدعهم على هواهم. ما تقول يا معاوية؟ قد وليتني، فوليت قوما لا يأتيك عنهم إلا الخير، وما في الشام من فتنة. أما مصر والكوفة فهذان الرجلان أعلم بناحيتهما يا أمير المؤمنين. أدري، لكن ما الرأي؟ ما جانب سعيد الصواب، وأنا أرى في رأيه حسن أدب لهم ولمن خلفه. فما ترى يا عمرو؟ أرى أنك قد لمت لهم وترخيت عنهم وزدتهم عما كان يصنع عمر، فأرى أن تلزم طريقة صاحبك فتشد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين. الشدة واجبة لمن لا يألو الناس شرا، واللين لمن يخلف الناس بالنصح. أما أنت فقد فرشت اللين للجميع.